الخامسة والربع من صوت لبنان مع تحيات ريتا أسعد، ميشال الصيفي وسيف ماضي على التنفيذ. البداية مع العناوين. الانتخابات في 27 أذار وبسيل سيطعن بتصويت الاغتراب. تشديد أممي على الكوتا النسائية وعقوبات أوروبا جاهزة. رئيس الكتائب يخشى استهداف الجيش واللحظة التغييرية في الانتخابات. أزعور المناقشات الفنية بين لبنان وصندوق النقد انطلقت. معهد سي تي شهادات رسمية وخاصة معترف بها دوليا LTTS CST BT وBP. سي تي اختصاصات إدارية فندقية هندسية صناعية رياضة فنون وتجميل بالفرعين الفرنسي والإنجليزي. سي تي مستديرة الدورة 01-257-700. الو ايه حبيبي، لاقي دواني بسيارتي رايحين مش رح اقدر اجي على التصوير. هيدي مش حجه، بوجود تايرز اند مور. يا خي وين بدي الاقي تايرز اند مور هلا انا؟ يا حبيبي عم بقول لك تايرز اند مور عندهم كذا فرع، صنايع، قناه 7، خلدي، الحدد، جسر الواطي وبشويفات، وقريبا على اوتوستراد الزلقة. يلا روح على اقرب فرع، وبس تروح عند تايرز اند مور ما بتعطل هم شيء، بتقعد تشرب قهوتك تحضر تي في وهن بيهتموا بسيارتك. خلص خلص ما لي خالق. تايرز اند مور عندهم خدمه الطريق، بيجوا لعندك وين ما كنت وبيغيروا لك دواليبك والبطاريه والزيت كمان. لايك ما عندهم حدا يروح عنك على الشغل كمان. يلا حكيه ناطرك تايرز اند مور 01-340-888. مجلس النواب العائد إلى التشريع ارتكب مجزرة مزدوجة بحق الديمقراطية، فأسقط الكوتا النسائية بإحالتها إلى مقبرة اللجان، وهمش اقتراع الشباب من حسابات الانتخابات ملغيا حق الطرفين بالمشاركة في صنع التغيير. ووسط الأزمات المتلاحقة وتوقف مجلس الوزراء عن الانعقاد، تتركز الأنظار على المأزق السياسي القضائي الذي يزداد تعقيدا، فحرب المنظومة على القضاء لا تختلف عن سعيها أيضا لمصادرة قرار الشعب اللبناني في الانتخابات عبر إدخال تعديلات على القانون كي يكون على قياسها. البداية من قصر اليونسكو، جلسة هادئة أقرت تعديلات طفيفة على قانون الانتخاب وسط اعتراضات للنائب جبران باسيل. المزيد من التفاصيل مع مروان الأدو. وكأن شيئا لم يحصل على طيوني، فكانت جلسة مجلس النواب الذي دعا إليها الرئيس نبيه بري هادئة بالرغم من النقاشات التي طالت في بند اقتراع المغتربين والكوتا النسائية وموعد إجراء الانتخابات النيابية. وكأن معظم النقاط كان متفق عليها، فتم التجديد لهيئة مكتب المجلس والمقررين ورؤساء اللجان واللجان مع تعديلات طفيفة لا تذكر. أما في شق قانون الانتخاب كانت الأمور واضحة أيضا، التيار وحزب الله مع الدائرة 16 أي انتخاب المغتربين لستة نواب فقط، أما بقية المجلس كان مع انتخاب كما المرة الماضية أي لل 128 نائب بحسب الدوائر 15 في لبنان. وهذا ما حصل إذ تم تعديل المادة وبقي حق الانتخاب للمغتربين لدوائرهم في لبنان. فبعد تعديل المهل وإقرار الانتخابات في 27 أذار، رد المجلس النيابي اقتراح قانون الكوتا النسائية إلى اللجان المشتركة من أجل التعمق في الدراسة. النائب جبران باسيل الذي طلب من رئيس الحكومة العمل لإعداد الميجا سنتر، اعتبر أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية هم من يقرر تاريخ الانتخابات بمرسوم، مهددا بالمجلس الدستوري في موضوع انتخاب المغتربين. في فرق كتير بين أنه عم نعطي اللبنانيين دايرة لقلهم من ست نواب بيقدروا يصوتوا لها إذا رادوا تسجلوا برا، وإذا ما رادوا بيقدروا يجوا يصوتوا للدايرة تبعيتهم هون بلبنان. هيدا موضوع كتير بشع عن عمل بحق المنتشرين، والتلاعب السياسي بالموضوع نحن ما لح نسكت عنه، طبعا إننا لح نطعن فيه، وبالتالي هيدا خرق دستوري كتير كبير، وهيدا خرق سياسي وطني لاتفاق كبير انعطى، لحقوق كبيرة انعطت للمنتشرين، يصير عندهم كتلتهم البرلمانية بالمجلس النيابي، وبعتقد معيب على اللي تراجعون هيدا الشيء. النائب رولا الطبش أكدت أن لا نية لإقرار الكوتا النسائية، وأنه لا عوائق قانونية
أمام هذا الشيء. لم يتم التسرع فيه، صار فيه مشاريع قوانين مقدمة بهذا الموضوع عدة مرات، ولكن كل مرة بالجلسات الفرعية والمشتركة والكل دائما يؤجل هذا الموضوع، موضوع المرأة دائما يؤجل. كان من الممكن اللي عنده إرادة كان ممكن يتحقق، نحن بنعمل قوانين أيام بلحظتها، فهذا قانون كان ممكن أن يوضع واندرس من عدة خبراء وكان فينا نوصل لنتيجة. النائب جورج عدوان اعتبر أن اليوم المجلس النيابي حقق انتصارا للمغتربين. اللافت في هذه الجلسة أنه كان هناك انسجام بين السواد الأعظم من الكتل والنواب على ضرورة إجراء الانتخابات، وفي 27 أذار لا قبل ولا بعد. من قصر اليونسكو، مروان الدوم، صوت لبنان. المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونيتسكا شجعت النقاش في المجلس النيابي حول الكوتا النسائية في الانتخابات المقبلة، وأعادت التأكيد على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها. واعتبرت المسؤولة الأممية أن مشاركة المرأة اللبنانية في الحياة السياسية أمر بالغ الأهمية، مشيرة إلى أن نساء لبنان يمثلن مجموعة من القادة والشرعية، والأمم المتحدة ترحب بالجهود لتوسيع نطاق الإجراءات الخاصة بالمرأة مثل نظام الكوتا. وفي انتظار عودة الهدوء إلى النفوس لانعقاد جلسة مجلس الوزراء، لفت أعلن وزير الثقافة محمد مرتضى عن الاستعداد لحضور جلسة مجلس الوزراء إذا دعا إليها رئيس الحكومة. ونفى مرتضى أن يكون قد هدد وزير الداخلية، معتبرا أنه يجب على وزير العدل والمؤسسة القضائية إيجاد الحل بمسألة الارتياب من المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت. وقال: نحن لم نهدد ولم نعلق جلسات مجلس الوزراء ولم نفرض بند تغيير البطار، بل عرضنا ملاحظات على أدائه لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء. في قصر العدل استأنف القاضي طارق البطار عمله من دون أن يتبلغ بعد بموعد حضور جلسة مجلس القضاء الأعلى لوضع المجلس في أجواء تحقيقاته، علما أن مجلس القضاء الأعلى يعقد عصر اليوم أولى جلساته بعد اكتمال عقده. ودعما للقاضي بطار وتضامنا مع الجسم القضائي، نفذت جبهة المعارضة وناشطون من الحراك المدني وقفة رمزية أمام قصر العدل، تبعتها مجد النعيم. أربع مسلمات هي الجيش، العدالة، الحقيقة والمحاسبة، أعلنتها جبهة المعارضة اللبنانية في وقفتها أمام قصر العدل تضامنا مع الجسم القضائي الذي يقوم بواجبه رغم كل التهديدات، ولا سيما المحقق العدلي في تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار الذي حضر اليوم إلى مكتبه وقام ببعض الأعمال الإدارية. نرفض أنه يكون في تدخلات أهل السياسة بهذا الموضوع، هذا موضوع قضائي بحت، يجب القضاء أنه يتابع مساره ويصدر قرار ظني. نحن منقول القاضي بيطار بنشد على إيده وما حدا بيخوفنا، لا إصبع ولا ألف مليون إصبع بيخوفنا. بدنا نقول أنه بدنا نعيش نحن وياهن وخلي الجيش يسلم البلد، والمقاومة كلنا من قاوم، خلينا نعمل عدالة. اليوم لازم نترك استقلالية القضاء تكون عن جد استقلالية كاملة، وعهذا الأساس نحن اليوم هون منعا للمس بأي هيبة من هيبة القضاء اللبناني. عضو المكتب السياسي الكتائبي المحامية جوال بوعبود وجهت رسالة للقاضي بيطار. نطلب منه ما يتنحى تحت أي ظرف كان، لأنه الخيار اللي أخده والطريق اللي أخده هيدا شيء بيتعلق بكل الشعب اللبناني وبالضحايا اللي سقطوا، وبالتالي نحن حده ورح نضل لآخر النهار نطالب بالحقيقة وبالعدالة وبالمحاسبة. الناشط مارك دو أكد أن لا دولة دون قانون وعدالة ومحاسبة. اللا دولة اللي شفناها بخطاب امبارح ولا اللي شفناها الخميس الماضي هي انعكاس ميليشيات وتسلح أمني وتفلت بالكامل بالوضع والاستقرار الداخلي. اليوم المشهد عم يطلب من كل الناس تحسم خيارها، أو أنتوا مع الميليشيات والمعارك الطائفية أو أنتوا مع الدولة والعدالة والمحاسبة. جينا هون لنقول جواباً عن بارح وعلى كل اللي عم بيصير بالأيام السابقة، محاسبة عدالة هي الأساس. الأمين العام لجبهة المعارضة اللبنانية الدكتور زياد عبد الصمد تلا البيان واعتبر أن المطلوب استعادة سيادة الدولة. نحن اليوم جينا لنأكد أنه الجيش وحده بيحمينا، إنه العدالة وحدة بتحمينا، إنه الحقيقة وحدة بتحمينا، إنه المحاسبة وحدة بتحمينا. لا تهديد ولا ترغيب ولا إصبع مرفوع ولا جحافل جيوش العالم قادرة تركع شعب مؤمن بقضيته. نحن شعب قضيتنا محقة وما منخاف من حدا. جينا لنأكد على إنه خيار الدولة هو خيارنا الوحيد،
وحتى تقدر الدولة تحمينا لازم نتمسك فيها، نتمسك باستقلالية القضاء، لأن العدل أساس الملك والقضاء أساس العدل. المشاركون في الوقفة حملوا صور لعدد من ضحايا المرفأ ولافتات مطالبة بالمحاسبة واستعادة السيادة. مجدولين عيد، صوت لبنان. رئيس حزب الكتائب سامي الجميل رأى أن هناك عملا للقضاء على الدولة ككيان قائم التي أصبحت بكليتها في يد حزب الله مع محاولة لضرب القضاء وإلغاء دوره وصدقيته. وأعرب رئيس الكتائب عن اعتقاده في حديث للنهار أن المرحلة المقبلة ستكون محاولة استهداف للجيش اللبناني ومحاولة لفرطه باعتباره الحصن الأخير لوحدة لبنان ورمز هيبة الدولة، على أمل أن يكون الشعب اللبناني جزءا من المواجهة الكبرى التي لا بد أن تحصل لمنع فرط الدولة. وشدد على أن اللحظة التغييرية الأولى تكمن في الانتخابات كمحطة لسحب الشرعية عما يقوم به حزب الله وسط مخاوف من نسف الاستحقاق في المضمون وتفريغه من معناه بمجرد اللعب في الموعد وعدم القدرة على التنظيم والاستعداد بطريقة صحيحة. وأضاف رئيس الكتائب إنها محطة في معركة طويلة لاستعادة قرار الدولة، والحاجة اليوم إلى قوة جديدة لا تخضع ولا تستسلم. المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أعلن لمحطة العربية أن الإطار القانوني للعقوبات على شخصيات لبنانية أصبح جاهزا، وقال سنعاقب شخصيات لبنانية تعرقل الإصلاحات أو الانتخابات. على خط المواقف، النائب المستقيل إلياس حنكش أكد عبر صوت لبنان أنه لم يعد هناك قضية محورية لحزب الله، بل أصبح السلاح موجها إلى الداخل، والمعركة هي بين لبنان الحر بوجه لبنان الحرب. أنا بحط حالي محل كل مواطن لبناني من هالخمسة مليون عم بيطلعوا على زعيم حزب عم بيهدد بمئة ألف مقاتل بالوقت اللي بلد مأفلت بأمس الحاجة ليستثمر ليفاوض مع صندوق النقد الدولي ليقدر يقوم من الكبوة اللي وقع فيها، بنلاقيه عم بيهدد. اليوم موضوع منه بقى مين مع مين ومين ضد مين، اليوم في خط واضح لبناء دولة وخط واضح لهدم هذه الدولة. اليوم في من ميلي بيحرص على التحقيق وعلى دم الضحايا اللي راحوا بانفجار المرفأ، من تاني ميل كل يلي عم ينعمل اليوم هو لتفريغ القاضي بيطار من قدرته على محاسبة ومحاكمة المسؤولين عن انفجار بيروت. أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد جهاد أزعور انطلاق المناقشات الفنية بين الصندوق والسلطات اللبنانية بناء لطلب تقدم به رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لإخراج البلاد من أزمتها، مشددا على الحاجة إلى التعامل مع مسألة الخسائر التي يتكبدها القطاع المالي. وأضاف أزعور لوكالة رويترز: آخر مرة حصلنا فيها على اطلاع كامل للوضع تعود إلى آب 2020 قبل استقالة الحكومة السابقة، وبالتالي هناك أشياء كثيرة حدثت ونحتاج إلى تحديث للأرقام ووضع أسس جديدة. وتحضيرا للتفاوض مع صندوق النقد، عرض رئيس الجمهورية ميشيل عون مع ممثل المجموعة العربية والمدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي الدكتور محمود محي الدين العلاقة مع الصندوق بعد تشكيل الحكومة الجديدة. وقد زار وفد الصندوق أيضا السراي والتقى الرئيس نجيب ميقاتي. تتابعون النشرة بعد الفاصل، وفيها ارتفاع إضافي بسعر الغاز والبنزين إلى 300 ألف ليرة. في منشات المساء ليوم الثلاثاء: الجلسة التشريعية، الكوتا النسائية، وانتخاب المغتربين. هل أصبحت الانتخابات النيابية واقعاً أو سنقع في التمديد والتمييع؟ هل تنجح المعارضة في توحيد صفوفها وحشد قوتها الشعبية؟ بالإضافة إلى ملفات الساعة السياسية والاجتماعية نناقشها مع مزار الجندي مؤسس حراك ثوار عكار عضو جبهة المعارضة اللبنانية. منشات المساء بعد نشرة أخبار الخامسة والربع. إعداد وتقديم مروان الأدوم.
عشية صدور جدول أسعار المحروقات، توقع عضو نقابة أصحاب المحطات جورج لبراكس أن نشهد ارتفاعات متواصلة بأسعار البنزين والمازوت والغاز بسبب ارتفاع سعر النفط عالميا، إذ لامس 85 دولارا للبرميل الواحد. وأشار لبراكس إلى أن الدعم بات مرفوعا بنسبة 95% عن المحروقات، مرجحا أن يصل سعر صفيحة البنزين إلى 300 ألف ليرة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة. وبموازاة الفوضى السائدة في قطاع الغاز، توقع رئيس نقابة العاملين والموزعين في القطاع فريد زينون ارتفاعا جديدا في تسعيرة القارورة غدا، عازيا ذلك إلى ارتفاع سعر طن الغاز 40 دولارا. وقع رئيس الجمهورية مرسوم تعيين عضوين في المجلس الدستوري ومرسوم تعيين المدير العام لوزارة العدل. 9 سنوات مضت على اغتيال اللواء وسام الحسن، حقيقة زلزال 14 من شباط لا تزال ضائعة والعدالة مؤجلة، ودماء شهداء ثورة الأرز لم تحرر الوطن ممن يحاولون اغتياله اليوم. تقرير راني عبيد. دولة يقتل فيها الحق ليبقى الباطل وينتهك القضاء لتسرق العدالة. حتى يومنا هذا شهداء الأرز والنضال لا حقيقة حول اغتيالهم، وإن عدنا في الزمن 9 سنوات إلى الوراء يصادف اليوم ذكرى اغتيال اللواء وسام الحسن. ملفات التحقيق فتحت والأقاويل تعددت، ولكن في ظل الفلتان السياسي والقضائي ضاعت الأمور وتشوهت صورة التحقيق. الصحفي أسعد بشارة تحدث لصوت لبنان عن حادثة اغتيال الحسن بعد مرور 9 سنوات. 9 سنوات على اغتيال اللواء وسام الحسن. طبعا اغتياله كان حلقة من مسلسل بدأ بمحاولة اغتيال مروان حمادي واغتيال رفيق الحريري، كتير جميل، جبران طويني ووليد عيد وجميع شهداء ثورة الاستقلال. المحزن أن الحلقة الأخيرة من المسلسل المرفأ، حيث يراد دفن التحقيق ومنع التحقيق بجريمة العصر بنفس الطريقة التي كانت يقوم بها حزب الله لمواجهة أي تحقيق في اغتيال الحريري ووسام الحسن، ولكن بأسلوب مختلف هالمرة. بالتالي حزب الله للأسف يضع معادلة أن أمن اللبنانيين واستقرارهم هو بمواجهة العدالة. إذا أردتم العدالة، إذا أردتم المحاسبة عن هذه الجرائم، ستدفعون الثمن من أمنكم واستقراركم، وهذا اللي حصل على الطيور. وللسلطة القضائية قال بشارة: هذه الهجمة الكبيرة في الشارع وتعطيل عمل الحكومة بما يشبه فرض الأمر بالقوة المسلحة، هذا أمر لازم يجب مواجهته، وإلا عندما يستهين أي كان بالتحقيقات بموضوع المرفأ إنما تمر جريمة الكبرى وتتبعها جرائم أيضا، وهذا بيؤدي إلى أنه يضيع البلد كليا. المطلوب واضح، قضاء نزيه ومستقل بعيدا عن زواريب الأحزاب السياسية. ربما العدل لم ينصف شهداء الأرز، ولكن تحقيقات تفجير المرفأ ستكون بابا لكل ما حصل في السابق من تفجيرات واغتيالات لثوار الأرز وغيرهم من الأحرار، لطالما أن القاتل واحد وباتت هويته واضحة أمام الجميع. رانيا عبيد، صوت لبنان. تدور اشتباكات بالأسلحة في بلدة وادي الجاموس بين أفراد من عائلتي طرطوسي والسيد، تخللها عملية أحراق للمنازل والسيارات وأدت إلى مقتل 4 أشخاص وسقوط 7 جرحى، نقلوا جميعا إلى مركز اليوسف الاستقصائية في حلبة وحال بعضهم حرجة. وكانت قوة من الجيش قد نفذت سلسلة مداهمات بحثا عن المتورطين في الإشكال الذي بدأ في يوم سابق وتجدد بالأمس على خلفيات ثأرية قديمة. النائب طارق المرعبي طالب الأهالي في وادي الجاموس بالتجاوب مع الجيش ووقف الاقتتال بين الأهل والجيران والاستماع إلى لغة العقل والحكمة. سجلت وزارة الصحة في تقريرها اليومي 450 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة. توفي الأب توفيق بوهدير رئيس مكتب الشبيبة في البطريركية المارونية وشقيق الإعلامي ماجد بوهدير إثر تعرضه لنوبة قلبية، ويحتفل بالصلاة عن راحة نفسه يوم الخميس عند 3 من بعد الظهر في كنيسة مارلياس أنطلياس، وتقبل التعازي يومي 4 والخميس في كنيسة مارلياس أنطلياس من الساعة 11 قبل الظهر ولغاية 6 مساء. توقع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية زيارة طهران قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة في 20 الثاني المقبل.
مشيرا إلى أن عملية صيانة معدات المراقبة في كل المواقع الإيرانية قد اكتملت باستثناء موقع كرج. أعلنت وزارة الداخلية السعودية إحباط محاولات تهريب أكثر من 1000 طن من الحشيش وأكثر من 66 طنا من القات المخدر، وذلك في جازان وعسير ونجران. إلى أخبار الرياضة مع رومن طنوس. في أخبارنا لليوم، أكدت معلومات صحفية أن نادي برشلونة يسعى جاهدا لضم اللاعب الدولي رحيم ستيرلينج خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خصوصا أن النادي عم يبحث عن تعزيز مركز الهجوم خلال ميركاتو الشتاء المقبل. عربيا، يستعد منتخب لبنان لمواجهة الإمارات الخميس بالجولة الثانية من تصفيات كأس آسيا للسيدات 2022. وبكرة القدم اللبنانية، خسر فريق النابشيت أمام الراسينج 2-0 بالمباراة اللي صارت بمجمع فؤاد شهاب. محليا أيضا، أحرز جورج زيادة لقب مركبات الدفع الرباعي 4x4، وطوني عزار لقب اليو تي في توربو، ومارك شديق لقب اليو تي في العادية للسباق الثالث للسرعة لمركبات الدفع الرباعي يلي نظمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة بقرنيل وكفر سلوان. أخيرا، احتلت انترناشونال ماريتيم أكاديمي المركز الأول ببطولة جبل لبنان يلي نظمه الاتحاد اللبناني للووشو كونغ فو. الجو غدا غائم جزئيا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، يتشكل الضباب على المرتفعات واحتمال تساقط أمطار خفيفة محلية اعتبارا من بعد الظهر. إذن كان في النشرة: الانتخابات في 27 أذار وباسيل سيطعن بتصويت الاغتراب، تشديد أممي على الكوتا النسائية وعقوبات أوروبا أصبحت جاهزة، رئيس الكتائب يخشى استهداف الجيش واللحظة التغييرية في الانتخابات، أزعور المناقشات الفنية بين لبنان وصندوق النقد انطلقت. النشرة انتهت، شكرا للمتابعة.